بناء على تعليمات سيدي معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللي أمر بدوره باستكمال تمارين الإخلاء الوهمية الخاصة في المباني الحكومية وكذلك القطاع الخاص. إحنا اليوم في مجمع الأفنيوز، هذا التمرين يعتبر من التمارين المهمة، كون المجمع هذا يستقطب مجموعة كبيرة من الزوار في هذا المجمع. الهدف منه طبعا هذا التمرين اللي هو قياس جاهزية الاستجابة لدى فرق الطوارئ الخاصة بالجهات الحكومية وكذلك استجابة فرق الطوارئ الخاصة بإدارة المجمع. كل التوفيق للإخوان ومشكورين على هذا التمرين. محمد إسرائيل مدير أمن الأفنديوز، كالعادة طبعاً احنا دائماً حريصين على التعاون مع الأجهزة الأمنية واستعدادات مجمع الأفنديوز لإقامة تمارين وهمية استعداداً لأي حدث طارئ، سواء حريق، إصابات أو مشاجرة. دائماً الأجهزة الأمنية متعاونة معانا جداً، واليوم سوينا حريق وهمي وتمرين وهمي شاركت فيه المطافي والصحة والداخلية والدفاع المدني، طبعا هو اللي أشرف على هذه العملية بالتنسيق معانا، ونقول لهم مشكورين ويعطيكم العافية، وهذا استعداد الأجهزة كلها، إن شاء الله نكون ما نسينا أحد، ويعطيكم العافية ومشكورين.